لكن ينبغي للإنسان عندما يرى حالا كهذه أن يتذكر نفسه، يتذكر كم مرة طاف بالبيت، كم مرة حج، كم مرة اعتمر، كم مرة وجهه نحو البيت يعني في صلاته. يعني إذا عجزنا أن حالة الظروف الآن أن نطوف بالبيت، فلا على الأقل أن نستقبله في الصلاة، نستقبله في الدعاء. الإكثار من الصلاة هو يلزم منه أنك تتوجه، خذ وجوهكم شطرة، أنك تتوجه إلى البيت. المقصود في مثل هذه الأحوال لا بد للإنسان أن يراجع نفسه قبل القدوم على الله جل وعلا. يعني اليوم أو غدا إن شاء الله تعالى سيفتح الأمر، يعني سيؤذن للناس بالطواف بالبيت، سيؤذن للناس بالاعتمار، سيؤذن للناس بأشياء كما كانت في الأول، كما كانت في السابق. هذا أمر مؤقت بإذن الله، لكن هذا فيه دلالة على أن الإنسان يراجع الأمر ويتلو آيات الله جل وعلا، يقف بين يدي الله يراجع نفسه. لا بد يعني الإنسان لو ترك لنفسه العنان لكان إلى المعاصي أقرب، لكن الإنسان يعني يلوذ بربه، يلجأ إلى ربه. كلما كان الإنسان صادقا مع الله جل وعلا فيما يبتغي فيما يريده وفقه الله عز وجل لما يريد. موسى لما خرج قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه الله. وأي هداية؟ عف فرجه وأشبع نفسه، ثم بعد 10 سنين كلمه الله، وكلم الله موسى تكليما. القلوب إذا صدقت فيما تريده من الله جل وعلا فالله جل وعلا أكرم وأعظم وأجل، يحفظ عبده، يوفقه، يسدده، يعينه على الطاعة. المهم أن الله يعلم ما في القلوب. كم من ناظر إلى الكعبة وهي خالية لبغض في الأمر أخذ يلوم السلطان، وكم من ناظر إلى الكعبة نظر إلى الأسباب وأخذ يتكلم عن كورونا، وكم من ناظر إلى الكعبة يخشى أن ما مضى من طواف لم يقبله الله، يخشى على نفسه. وكم من طائف بالبيت سابقا قد رفع إلى الله دعوات فاستجاب الله له دون أن يدري، دون أن يعلم. كم من عبد طاف عند البيت وسأل الله المغفرة فغفر الله له، سيرى يوم القيامة أن الله عز وجل قد غفر له. كم من طائف بالكعبة سأل الله الجنة سيدخلها لأن الله استجاب دعاه عند الكعبة. كم من طائف بالكعبة استجار بالله من النار، فالله عز وجل سيكرمه يوم القيامة ويحرمه على النار لأنه دعا ذلك عند بيته الحرام. كم بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، من أقوام سألوا الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة وقد كتبها الله لهم، وستكون إن لم يكونوا قد نالوها فسينالوها يوما من الدهر، إما في الدنيا وإما في الآخرة. المقصود البيت، يقول عنه صلى الله عليه وسلم قبلتنا أحياء وأمواتا، قبلتنا أحياء وأمواتا. فنحن حتى إذا متنا من سيضعنا في قبورنا؟ سيجعل وجهنا نحو الكعبة، والكعبة يومئذ ما أقول، لكن وقتها عند الإنسان شتان ما بين يوجه للكعبة وقد سبقت له صلوات توجه نحو الكعبة، وبين عبد عياذا بالله لم يكن على هذا الحال. الله يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال بعدها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. ثم قال يفتح جل وعلا باب الرحمة لعباده، قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. كانت الصورة يعني تحرك في النفوس الكثير.